ما هو سبب الذهاب؟ خلاص الذهاب؟ بسم الله. الدراسة متعلقة بالعنف المسلح في هذا الكف مش الاسم. بالعنف المسلح في بين البحر والجوف. دراسة متعلقة بالعنف المسلح. خليك مرتاح. رضي الله عن والديك. الجو تمام عندك؟ تمام قوي. في أبيان؟ ولحج والجوف من الفترة أكتوبر 2010 حتى أبريل 2012. أوه. ممكن نتكلم أسألك إيش نتائج هذه الدراسة؟ ممكن. مثل الشمس علينا الظل تشرقني وصوتي تغني ويقول أظن أذكر النتائج مثلاً كنت مسألة نتائج نتائج أعمال منظمة ما بديت إلي يعني خلال 16 سنة من عمر المنظمة. كم عمرها 17؟ من 97 كم 16؟ من عام 97 أكيد 17 ولا 16؟ إيش ما أقول وردي مشان ذلك من عمري يعني؟ أيضاً ما هو الحائل دون إصدار القانون في مجلس النواب؟ ما أين وصلتم في هذا القانون؟ إيش من قانون بالضبط؟ قانون يعني القانون الخاص بالسلاح، قانون تنظيم حيز السلاح. إصدار؟ قانون تنظيم حيز السلاح. قانون تنظيم حمل السلاح. حمل السلاح أيضا. أوكي. كنوا معي محمد السامعي في برنامجكم مساحة. الحمد لله. مرحبا بكم مستمعي راديو يمن تايمز إلى حلقة جديدة من برنامجكم مساحة حرة، سأقدمها لكم هذه المرة أنا صادق الوصابي. في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف معنا الشيخ عبد الرحمن المروني أحد المشائخ اليمنيين البارزين ورئيس منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف للحديث حول قضايا العنف وانتشار الأسلحة وحول الثأر وغيرها من القضايا. كما يسرنا مستمعينا أن نستقبل مداخلاتكم عبر أرقام هواتفنا 244-226 أو 244-227. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي الشيخ عبد الرحمن المروني. شيخ عبد الرحمن مرحبا فيك وأشكرك على حضورك. بدأنا أقدم لكم الشكر الجزيل لتناولكم قضايا هامة محورها أمن الناس في المقام الأول في ظل ظروف